نروح لاخبار النادي الاهلي والدوري المحلي، وزي ما قلنا باقي خلاص 3 نقاط وتعتلي الصداره سواء بفارق الاهداف او بالمواجهات المباشره، وان شاء الله في نهايه الموسم نعتلي الصداره بفارق النقاط. كان عندنا مباراتين الاسبوع اللي فات، مباراه الانتاج الحربي ومباراه اسوان، وزي ما حضراتكم شايفين ترتيب الجدول النادي الاهلي فارق عن نادي الزمالك 3 نقاط فقط لا غير. يتبقى لنا مباراه وادي دجله، والنهارده اتحاد القرى اعلن الجدول رسميا بعد خروج المنتخب الاولمبي امام البرازيل. فكان عندنا الجدول اللي هيبدا من يوم الاربعاء، او مباريات النادي الاهلي اللي هتبدا من يوم الاربعاء، ونقدر نستعرض مباريات النادي الاهلي بالتواريخ برضه عشان نكون حاطين الجدول امام المشاهد. عندنا 8 مباريات، مفيش مجال للهزار، مفيش مجال لفقدان اي نقطه. ده جدول المباريات: وادي دجله والاهلي بتاريخ 4/8، سيراميكا كليوباترا 7/8، الاسماعيلي 11، ام بي 14، طلائع الجيش 17، المصري يوم 20، واخر مباراتين ما بين 23/24 و26/27 ولسه لم يحددوا. كذلك طبعا بما اننا بنتكلم عن جدول مباريات النادي الاهلي، محتاجين كل الدعم، محتاجين كل التركيز، مفيش وقت حتى لفكره اننا بين المباريات، لان مباراه سبت واربع، فالمباراه بتاعت يوم السبت هيكون قبل 48 ساعه فقط لا غير. فمحتاجين تكون كل اللعيبه في فورمتها. نتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي راجعه من المنتخب الاولمبي ما يكونش اصابها الاجهاد، وتكون قادره باذن الله انها تقدم الاضافه المنتظره باذن الله، ونقدر نحقق الفوز يا فارس. مهم جدا يا اسامه التركيز بتاع الفريق في اللحظات دي، مباريات كؤوس. النادي الاهلي استجمع قواه وقدر يعرف هو عايز ايه. انا بشوف ناس كتير جدا هتقول ان احنا فقدنا نقطتين من التسعة اللي كنا بنلعب فيهم ال3 مباريات خلال الاولمبياد، بس انا بشوف ان طول ما انت عندك الفرصة لحسم الدوري بنفسك فده شيء جيد. مباريات الزمالك هتبدأ بالمحلة يوم 7/8، والاتحاد يوم 10/8، والاسماعيلي مع الزمالك يوم 14/8، والزمالك وادي دجلة 17/8، كليوباترا والزمالك 20/8، والزمالك والانتاج الحربي والبنك الاهلي والزمالك لم تحدد. عندك تعقيب على جدول الدوري؟ والله انا عندي تعقيب اتمنى ما يكونش مقصود. التعقيب ان مباريات الزمالك كلها قبل مباريات النادي الاهلي باستثناء المباريات الاخيره، يعني المفترض كانت المباراه يتم تحديدها في موعد واحد قدر الامكان، او حتى يتم استخدام مساله التوازن، لانك في الفتره دي او بعد مباراه الزمالك هتبدا دايما انت اللي بتلعب تحت ضغط. تحت ضغط ايه؟ تحت ضغط مراهقه نادي الزمالك، لانه هيلعب مبارياته قبلك، حتى لو في نفس اليوم هيلعبها قبلك، ربما في نفس اليوم. دي متعلقه بالامور التسويقيه، ان نادي الزمالك بيلعب الساعه 7، والوقت المناسب للمشاهده الاكبر بيكون الساعه 9، وطبعا شعبيه النادي الاهلي بتفرض على الجميع فكره تحديد المباريات، فده وارد جدا، ولكن نتمنى ان ده يكون غير متعمد، وان شاء الله النادي الاهلي قادر، سواء نادي الزمالك لعب قبل منه او لعب في نفس التوقيت او لعب بعد منه. احنا لازم نركز في حاجه واحده فقط لا غير، عندنا 8 مباريات مفيش فيهم تهاون، مفيش فيهم غير اننا نلعب على اننا نحصد ال 24 نقطه حتى يظل مصير الدوري في اقدام لاعبي النادي الاهلي حتى النهايه ان شاء الله. عندي برضه يا اسامه، بما اننا دايما هنا بنطرح وجهات النظر المتعدده وبنكون موضوعيين مع نفسنا، شفت كتير جدا من اصدقائنا الزملكاويه بيتكلموا في فكره ان نادي الزمالك هيلعب يوم 10 ونادي الاهلي هيلعب يوم 11. نادي الاهلي ونادي الزمالك الاثنين هيلعبوا يوم 7/8، بعد كده عندك مباراتين، مباراه الاهلي ومباراه الزمالك الاثنين هيلعبوا في استاد اسكندريه الجوله اللي بعدها. الزمالك هيلعب يوم 10 والاهلي هيلعب يوم 11. في رايي ده منطقي لسبب ان النادي الاهلي كان بيلعب طول الفتره اللي فاتت وهو مضغوط، والزمالك كان مريح خلال الاولمبياد، والاهلي لعب 3 مباريات، فاذا منطقي لو هضطر احط مباراه يوم 10 ومباراه يوم 11، لان المباراتين في استاد اسكندريه اكيد الزمالك اللي كان مريح الفتره اللي فاتت دي كلها هو اللي هيتحط يوم 10، لان شفت السؤال ده مطروح في اكتر من مكان، فدي وجهه النظر فيه. لا، كلام بسيط يا فارس، ابسط من كده بكتير. ومن فكره ان فريق مريح مش ذنبه ان هو رايح، لكن القصه كلها ان طالما الدوري هينتهي في يوم واحد، فلو انت جيت في مره اتضغطت يوم 10 وانا لعبت يوم 11، بالتاكيد يوم 27 اغسطس واحد من اللي كان مضغوط خلاص هيلعب نفس الضغط ده. فبالتالي طالما الجدول هينتهي يوم 27 اغسطس، فانا شايف من وجهه نظري لا داعي للحديث عن يوم 10 ويوم 11. في النهايه الفتره اللي انت هتبدا فيها الدوري معايا لما نبدا نلعب الـ7 مباريات حتى نهايه الدوري هنلعبهم كلهم في
22 يوم 23 يوم ايا كان، فبالتالي خلاص توزيعهم لو انت جيت يوم بدري او انا جيت يوم بدري في ماتش هيتعكس على طول في الماتش اللي بعده او الماتش اللي بعد بعده. نتمنى زي ما قلت التوفيق للنادي الاهلي. طبعا كان عندنا مباراه الانتاج وخلاص وصلنا لمرحله متاخري 2-1، ثم عاد بينا بواليا بامجاد او بذكريات جيرالدو في مباراه سموحه، وجماهير النادي الاهلي من هنا بدات تحط الثقه ان ده ممكن يكون رساله للنادي الاهلي ان الدوري بيناديك، وان شاء الله الدوري ينادي النادي الاهلي والنادي الاهلي قادر على حسمه. لكن تخطينا مباراه الانتاج ورحنا لمباراه اسوان اللي احنا ما كناش واجهناه اصلا من الدور الاول، وقدرنا نحقق فوز، وايضا بواليا سجل هدف. بس اللقطه دي هي لقطه النادي الاهلي، محمد شريف وولتر بواليا اتنين بيلعبوا في نفس المركز. محمد شريف كان خلاص خرج من الملعب، تخيلوا ان اللي على الدكه كان هو اول لاعب يروح لولتر بواليا. اللقطات اللي زي دي هي اللي بتوضح لك ان الجيل ده انتصاراته مش جايه بس 11 لاعب داخل الملعب او اربعة او خمس لاعبين بيتم الدفع بيهم، لا، للروح اللي موجوده داخل الملعب. وولتر بواليا بيلعب في نفس المركز، بيلاقي اول دعم ليه من المهاجم محمد شريف اللي انفرد بصداره هداف الدوري، وصل للهدف 16، وقدامه انجاز تاريخي يقدر يحققه في المباراه القادمه لو حقق 7 اهداف، يتساوى مع الكابتن محمود الخطيب اللي حقق 23 هدف كاعلى لاعب سجل في موسم واحد للنادي الاهلي في الدوري. ومع ذلك كان الكابتن حسن شاذة الله يرحمه هو هداف الدوري ده ب 34 هدف، لكن انك تقرب من رقم الكابتن محمود الخطيب اعتقد ده انجاز مهم. لكن الافضل من الانجاز هي الروح الطيبه اللي احنا شفناها بين وولتر وبواليا ومحمد شريف. زي ما قلت يا فارس، من على دكه الاحتياط اول لاعب في الملعب راح لولتر بواليا. ما هي دي عقليه اللاعب، لاعب زي محمد شريف في قمه مستواه، مش بس عنده تحدي ان هو يوصل رقم الاسطوره كابتن محمود الخطيب، لا كمان هو دلوقتي تساوى مع كابتن عماد متعب اللاعب المصري الوحيد اللي من موسم 2007 كان حقق 16 هدف في الدوري. ولكن اللحظات والتفاصيل الصغيره دي ليه محتاجين نقف عنها؟ محتاجين نقف عندها لان دي عقليه وطبيعه النادي الاهلي. بفتكر دايما مستر مانويل جوزيه كان ليه عباره شهيره لما اتكلم وشرح فلسفته، في انه كان بيقول للاعبين البدلاء او الاحتياطيين او اللي كان بره ينزل يحتفل ويفرح مع اللاعب اللي جوه الملعب، عشان تحسس دايما اللاعب اللي جوه الملعب ان انت مش قاعد منتظر انه يكون بمستوى سيء عشان خاطر تاخد فرصتك. هنا دي لحظه مهمه، بس الاهم كمان ان اللحظه دي ما جاتش عشوائية من شريف، ده كان ختام مشهد أهلاوي خالص بمشاعر راقية من بواليا حكاه محمد شريف نفسه عن بواليا. نطلع ونشوف شريف قال إيه عشان نفهم ليه المشهد كان كده. وبواليا كابتن سامي، يمكن كابتن سامي حكى لي موقف لبواليا، بيقول لي راح يعني بواليا كلم كابتن سامي في مرة بيقول له أنا مبسوط جدا إن شريف بدأ يلعب بدماغه، فدي حاجة تبسطك إن هو بيتكلم عليك من وراك مع كابتن سامي اللي هو مبسوط لي يعني، فاهم؟ مش بيجي مثلا يقول لك انا مبسوط لك في وشك وهو ممكن من وراك، لا. فدي حاجه برده بسطتني. يمكن هو بواليا ممكن ما اعرفش الكلام ده، كابتن سامي جه قال لي الواد ده نظيف ولعب وكويس وحكى لي كذا 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 كذا، فده بيبين لك يا كابتن ان اللعيبه اللي موجوده في النادي قد ايه هي لعيبه بتحب بعضها ومحترمين جدا. ويمكن ده ممكن يا كابتن، ممكن ده سر اللي الفوز بالظبط، الفوز بالبطاطا اللي انت الدنيا سالكه والنوايا خير للكل يعني. النادي الاهلي ما بيلعبش باتنين مهاجمين، شريف لما لعب على حساب بواليا، وبواليا لو خد فرصه ممكن تكون على حساب شريف، ولكن بواليا كان سعيد بتطور محمد شريف. وحاجه بعيدا عن شريف خالص كان بيقولها لكابتن سامي قمصان، والنهارده شريف المهاجم اللي بينزل وبيكون موجود بداله بيسجل، فشريف اول واحد بيتوجه ليه عشان يحتفل معاه. هي أشياء لا تشترى، أشياء داخل النادي الأهلي وتميز النادي الأهلي عن الجميع وتميز الجيل الحالي، لأن القصة كلها مش علاقة شريف وولتر بواليا فقط لا غير، ده علاقة لاعبي النادي الأهلي، وتحديدا بعد ما أصبح كباتن النادي الأهلي في غرفة الملابس الكابتن محمد الشناوي، الكابتن وليد سليمان، الكابتن سعد سمير، الكابتن أيمن أشرف. حالة من الصفاء الذهني تجد فيها كل لاعبي النادي الأهلي، حالة من المشاعر الطيبة والحب بين الجميع، لدرجة إن اللي قاعد بره حتى لو هو كان في الملعب بيوجه اللي جوه الملعب. عندنا لقطة كمان في الهدف الثالث وكهربا متحمس وبيوجه حسين الشحات ان هو يلعب التمريره لولتر بواليا، دي طبعا الصوره واضحه جدا من موقع الاهلي .com، وطبعا الجميع ولقطه فرحه كهربا مع حسين الشحات،
وطبعا كهربا مشهور جدا باللقطات اللي زي دي المهمة اللي هي فيها تعاون مع الفريق. وطبعا كانت أشهر لقطة كانت في 27 نوفمبر لما كان بيتكلم مع بيتسو موسيماني وكمان بيفكر في الدفع إبراهيم ربيعة وأشياء بتقولك إن اللاعب على الطريق. كلنا نتمنى إن كهربا يعود لنسخة كهربا اتحاد جدة السعودي. كهربا بيحاول وكان واضح للجميع ان هو بيحاول المرات اللي فاتت وقدر يقدم وقدر يسجل هدف ماركة كهربا. الاختراق والتوجيه من لعبة واحدة شيء عظيم جدا واسست ولا اروع من حسين الشحات، يمكن كمان اتنين اسست من حسين الشحات اللي بيقدم نسخة حسين الشحات المحببة لقلوب جماهير النادي الاهلي من بداية مباراة او من الشوط الثاني تحديدا في مباراة الترجي في نصف النهائي. وحسين الشحات بيقدم للفريق اشياء قوية جدا غير الاهداف غير الاسستات، كمان موجود في الملعب واقف على رجليه. ده اللي بنأمله، ده دورك، ده وقتك يا حسين انك تكمل الموسم بنفس القوة ان شاء الله. واكيد انت شايف جماهير النادي الاهلي ودعمها ليك في الفترة الاخيرة. حسين الشحات صنع 7 اهداف وسجل 7 اهداف الموسم الحالي، مفيش اهداف من ركلات جزاء، ولكن انا عايز اقف عند حسين الشحات. لو جميع واحنا احيانا اتكلمنا عن فكرة الضغوط اللي اللاعب بيتعرض ليها فممكن يتأثر مستواه. حسين الشحات جاب مستواه باللغة العامية في أصعب وقت، نصف النهائي الترجي، بعد كده رجع الدوري مع بيراميدز ومباريات المقصة وسموحة وكل المباريات الصعبة كان حسين الشحات ليه بصمة. آخر 7 مباريات حسين الشحات بيساهم في 7 أهداف. هنا حسين الشحات بيقول لجمهور النادي الأهلي أنا عندي شخصية ممكن تكون حاضرة في لحظات الحسم في البطولات. ده كمان يدينا مؤشر مهم، لو أنت يا حسين عندك القدرة النفسية دي فما ينفعش تقدم أي نسخة تانية من حسين الشحات اللي كل جمهور النادي الأهلي سعيد بيه. ودي رسالة لكل اللاعبين، صدقوني بمجرد ما تدي جمهور النادي الأهلي بيديك حقك. بالتأكيد يا فارس. وطبعا عندنا محمد شريف اللي بيسجل 16 هدف، و16 هدف مش بس محمد شريف مخيف، لا ده متنوع. شريف مسجل 16 هدف، لاعب أساسي 20، بديل 6، ال16 هدف وصناعة هدف واحد. لكن الأهم في ال16 هدف إن في 8 أهداف لمحمد شريف بقدمه اليمنى و6 أهداف بقدمه اليسرى وهدفين من ضربات الرأس. يعني أنت عندك لاعب بيجيد استغلال أو القدرة على التسجيل برجليه الاتنين وكمان بضربات الرأس اللي كان البعض بيقول إن هو ما كانش قوي فيها، وبالفعل هو اشتغل على نفسه وقدر يضيف لنفسه القصة دي كلها. فبقى 16 هدف تنوع مفهومش ركلة جزاء واحدة في تاريخه هذا الموسم. يقدر محمد شريف ان هو يوصل لارقام قياسيه مع النادي الاهلي، ويقدر زي ما قلت في بدايه الموسم ده لو استرجعت حلقات الاهلي خط احمر لما قلت لو ركزت في الكره شريف هتكون مهاجم مصري الاول بلا منازع. والمنافسه شديده بين محمد شريف واحمد ياسر ريان ابننا ابن النادي الاهلي المعار لفريق سيراميكا 15 هدف، لكن هو سجل احمد ياسر ركلات جزاء، لكن محمد شريف كلها من لعب مفتوح.